في يوم من أيام شهر مايو سنة 2010 وتحديداً من الضاحية الجنوبية اللبنانية، كان في راجل عسكري لبناني ساكن في مكان اسمه الحي الأبيض. فاللي حصل إن الراجل ده اشتبه في عربية لونها أسود ماركة BMW 520. الراجل لاحظ إن نفس العربية بتيجي المنطقة على فترات متقاربة، وكل مرة تقف في مكان مختلف، ومن لحظة ما تقف لحد ما تمشي لا العربية بتتحرك ولا حد بينزل منها ولا حد بيدخلها. وبعد ما تفضل واقفة تقريبا ساعة كاملة تبدأ العربية تتحرك وبعدها تختفي، وبعد كده تغيب كام يوم وترجع تاني ويتكرر نفس السيناريو. فالراجل بحكم خبرته ولأنه رجل عسكري قرر إنه في مرة من المرات أول ما يشوف العربية هيستوقف صاحبها ولازم يعرف حكايته إيه. المهم إنه فضل مرقد للموضوع، وفعلا يدوب عدى كام يوم ولقى العربية وصلت على المنطقة. بعدها راحت وقفت جنب واحد من أبراج الإرسال اللاسلكية اللي هي الأبراج الخاصة بالتليفونات. في منتهى السرعة راح جاي واخد بعضه وطالع جري على السيارة. كان أغلب الظن جواه في الوقت ده إنه أول ما هيوصل العربية هيضبط مخالفة أخلاقية، يعني ممكن يشوف صاحب العربية في وضع لا أخلاقي، أو ممكن يكون بيبيع حاجة بالمخالفة للقانون، يعني أي حاجة من هذا القبيل. لكن اللي حصل إن كل ده كان مجرد ظنون. إنما الشيء الغريب إنه أول ما قرب من العربية وبدأ يتكلم مع صاحبها تفاجأ إنه بدأت تظهر عليه علامات الارتباك. ولكن الشيء الأغرب إن بعد الموقف ده ما حصل العربية بصاحب العربية اختفوا وما ظهروش في المنطقة تاني تماما. فالراجل وقتها وبسبب المشاكل الكبيرة جدا اللي كانت بتحصل في لبنان في الوقت ده قرر إنه يقطع الشك باليقين وإنه يبلغ فرع المعلومات أو فرع الاستخبارات اللبناني. وفعلا وخلال أيام كانت المخابرات اللبنانية على موعد مع كشف واحد من أهم وأخطر ملفات الأمن القومي اللبناني. الملف اللي وصل لدرجة خطورته إنه كان على وشك الفتك بشعوب 4 دول، لبنان ومصر وسوريا والأردن. ونبتدي منين الحكاية؟ نبتديها سنة 1960 ومن مكان اسمه باب الحديد بطرابلس اللبنانية. كانت نشأة وميلاد الجاسوس جودة محمد خير الله الخوجة. اتولد جودة في أسرة ميسورة الحال، وكانوا كلهم من أصحاب السيرة والسمعة الطيبة، وكان معظمهم بيشتغل في أعمال التجارة وخاصة تجارة قطع غيار السيارات. وعشان كده من لحظة نشأته أو طفولته وهو حابب نفس المجال، وبقى يتنقل من مكان لمكان ومن محل لمحل حتى وهو لسه أثناء دراسته، لحد ما وصل لدرجة وزي ما بنقول بالبلد كده إنه شرب الشغلانة، وبقى بيستعجل الأيام ومستني اليوم اللي هيفتح فيه المحل الخاص بيه. في الوقت ده كنا وصلنا لسنة 1980، يعني كان عمره تقريبا 20 سنة. اتعرف وقتها على مجموعة من الشباب داخل الجامعة. اتضح بقى أو اكتشف فيما بعد إن مجموعة الشباب دول كانوا بيخططوا لعملية اغتيال الرئيس الراحل سليمان فرنجية، وكانت خطتهم إنهم هيغتلوه أثناء زيارته المكان اسمه البوريفاج في بيروت أو منطقة الرملة البيضاء. ففي الوقت ده وزي ما حضراتكم عارفين اللي هو سنة 1980 كانت المخابرات السورية والجيش السوري موجودين في لبنان. فوصلت معلومة أو إخبارية للمخابرات السورية بأن في مخطط لاغتيال الرئيس الراحل سليمان فرنجية، وكانت النتيجة انهم قبضوا على المجموعة بالكامل، وطبعا معاهم جودة خير الله. وحسب اعترافاته وده اللي تأكد وتبين فيما بعد انه ما كانش له اي يد ولا اي علم في محاولة الاغتيال. طيب قعد في السجن كتير، 2 سنين كاملين من 1980 لحد سنة 1982. بعدها تم اخلاء سبيله بعد ما تبين ليهم او ثبت ليهم انه ملوش اي علاقة باي شيء. خرج جودة من السجن وهو حرفيا ناقم على كل ما هو سوري، كل همه وشغله الشاغل ازاي يرد الضربة وازاي ينتقم من السوريين. المهم انه بعد ما خرج من السجن راح لم قرشين من اهله على قرشين تانيين تداين بيهم لاصدقائه، وراح جاي واخد بعضه واستأجر محل في شارع اسمه شارع الحرية جنب مسجد طينال في طرابلس، وبدأ واحدة واحدة انه يشتغل في مجاله او مجال خبرته اللي هو بيع قطع غيار السيارات. ومشيت الامور معاه وسدد ديونه والاشياء بقت معدن وزي الفل، والمحل اللي كان مستأجره اشتراه وبقى هو المالك الفعلي. وواحدة واحدة المحل بقوا 2 وبقوا 3. طيب لحد كده والكلام حلو؟ هتقول لي حلو؟ اقول لك لا مش حلو. ليه؟ لان جودة على الرغم من حاله اللي تبدل والايام والسنين اللي عدت عليه الا انه زي ما كانت تجارته كل يوم بتكبر وبتتضخم اكتر واكتر، زي ما كان كرهه للسوريين برضو بيزيد اكتر واكتر. وهنا واحد من حضراتكم ممكن يسأل سؤال مهم جدا، هيقول لي الله طيب وكل السنين اللي عدت دي السوريين اصلا كانوا موجودين في لبنان بيعملوا ايه؟ طيب شوف يا سيدي، الاجابة ببساطة واختصار كده
السبب في دخول الجيش السوري للبنان هي الحرب الأهلية اللبنانية سنة 1975. في الوقت ده كانت كل الحركات والجبهات والطوائف تقريبا شايلين السلاح واقفين في وش بعض، مسلمين، مسيحيين، منظمة التحرير الفلسطينية، حزب الكتائب، حزب الله، طيار المرضى، حراس الأرض، ميليشيا النمور، الدروز، كلهم واقفين في وش بعض وشايلين السلاح، واللي يطول التاني يخلص عليه. وعايز اقولك ان خلال الحرب دي حصلت مجازر ومذابح بمعنى الكلمة، لحد ما بدأوا بعض الاطراف واللي كانوا واخدين جنب لوحدهم انهم يطلبوا الدعم من الجانب السوري، وبالفعل استجاب الجانب السوري ودخل لبنان تحت مسمى قوات الدعم العربي، وبالتالي اصبح في طرف اقوى من طرف. الاسرائيليين بقى يسكتوا؟ طبعا لا، الاسرائيليين واللي كانوا شعللوها اصلا من البداية راحوا هم كمان جايين داخلين طرف في النزاع، وبالتالي تحولت المعركة لحرب ما بين اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين والاسرائيليين، وكلهم بيحاربوا على ارض لبنان. واستمرت الحرب الاهلية دي لمدة 15 سنة من 1975 لحد سنة 1990، لحد ما حصل حاجة اسمها اتفاق الطائف بالمملكة العربية السعودية، ونتج عن الحرب دي 120 ألف قتيل وما يقرب من 76 ألف مصاب، ده بالإضافة لهجرة مليون لبناني خارج لبنان. المهم إن الوجود السوري داخل لبنان عرفوا الإسرائيليين إنهم يستغلوه أسوأ استغلال، وبدأوا بمرور الوقت إنهم يشحنوا نفوس اللبنانيين ضد السوريين، وكان طبعا جودة خير الله واحد منهم، واحد من ضمن اللبنانيين اللي نفوسهم اتشحنت بالشر والكراهية ضد السوريين. المهم انه خلال الفترة دي وبسبب طبعا شغله في موضوع قطع غيار السيارات كان بدأ او اعتاد ان هو اللي يسافر بنفسه عشان يستورد شغله، وكانت سفرياته متعددة لأكتر من دولة ما بين قبرص وتايلاند واليونان وإيطاليا وألمانيا، واستمر على الوضع ده لحد ما وصلنا لشهر ديسمبر سنة 1999، لحد ما حصل الموقف اللي زود جواها الحقد والكراهية ناحية السوريين. في الوقت ده المفترض انه كان متفق على شحنة قطع غيار جياله من قبرص وهيستلمها في بيروت، يدوب الشحنة وصلت على المينا وتفاجأ بان الشحنة بتاعته وبضايع مستوردين تانيين كلها توقفت وترفض الافراج عنها. طيب خير يا جماعة، وقفتوا الشحنة ليه؟ ردوا وقالوا ان في معلومات جاية من المخابرات السورية بتقول ان فيه اسلحة مهربة داخل الشحنات دي، وبسبب المعلومة واللي تبين فيما بعد انها غير صحيحة اتعطلت الشحنة في المينا لمدة 5 شهور كاملين لحد ما تم الإفراج عنها. طبعا كل ده زود النار جواه أكتر وأكتر، وكل يوم كان بيتحين الفرصة عشان يقدر ينتقم لنفسه. المهم تعدي الأيام ومع نهاية سنة 2000 يسافر جودة خير الله على قبرص عشان يتفق على شغل جديد. أول ما وصل هناك نزل في فندق كان على مسافة قريبة جدا من مقر السفارة الإسرائيلية، وبدون أي تردد أو تفكير راح جاي واخد بعضه وطالع على مقر السفارة الإسرائيلية. أول ما وصل قال لهم انا اسمي جودة خير الله لبناني الجنسية وعاوز اقابل اي ضابط امن او ضابط بالمخابرات الاسرائيلية. وخلال دقايق جه مجموعة من رجال الامن راحوا جايين واخدينه ومدخلينه على اوضة مغلقة. بعدها مباشرة لقى واحد داخل عليه طويل واصلع وبيتكلم اللغة العربية بطلاقة، وعرفه بنفسه ان اسمه روبرت وبيشتغل ضابط في المخابرات الاسرائيلية. فرد عليه وقال له انا جاي لكم لحد عندكم طوعية، يعني جاي لكم بنفسي وعند استعداد اساعدكم واقدم لكم اي معلومة عن الجيش السوري في لبنان، عناصر، اماكن، سلاح، يعني كل اللي انتوا عايزينه انتوا بس عليكم تطلبه وانا علي انفذ. ومن الاخر كده انا جاي لكم لوحدي، يعني لا في جهاز مخابرات ورايا ولا حد بعتني ولا اي شيء، وعندي استعداد لاي اختبار انتوا عايزين تعملوه. المهم انهم بعدها وعلى مدار 6 ايام كاملين وهم بيخضعوه لاختبارات مكثفة وشديدة جدا جدا، وبعد ما اجتاز كل الاختبارات وتأكدوا فعليا انه ملوش اي علاقة باي جهاز مخابرات، طلبوا منه انه يرجع على الفندق بتاعه مرة تانية وما يخرجش منه ولا يعمل اي اتصالات الا بعد مرور 48 ساعة. وطبعا الحكمة من كده عشان يطمئنوا وعشان يتأكدوا ان مفيش اي حد بيتتبعه. المهم ان بعد مرور 48 ساعة لقى في اتصال تليفوني جايله وطلبوا منه انه يروح لهم مرة تانية على السفارة. وهناك داخل السفارة الضابط الاسرائيلي راح جاي مسلمه رقم تليفون نمساوي، وقال له ان الرقم ده هيكون وسيلة الاتصال ما بيننا في حالة الضرورة القصوى فقط. وقام جاي مسلمه في ايده مبلغ 1000 دولار وقال له اول ما توصل على لبنان مش مطلوب منك اي حاجة غير حاجة واحدة فقط، هتطلع على اي مكتبة تشتري منها الخريطة السياحية للبنان
وتشتري معاها دليل التليفونات، وبعد شهر بالظبط من دلوقتي هتجن على هنا مرة تانية ومعاك المطلوب. وبالفعل جودة خير الله أول ما رجع على لبنان نفذ المطلوب، راح على مكتبة اشترى منها الخريطة واشترى منها دليل التليفونات، وفضل منتظر الشهر زي ما قالوله لحد ما حان معاد السفر أو الموعد المحدد، وخد بعضه وسافر على قبرص مرة تانية. وأول ما وصل استلم منه الضابط الإسرائيلي الحاجة اللي اشتراها، وفورا وفي نفس الوقت أخضعه الأول اختبارين. قال له شوف بقى، دلوقتي أنت الخريطة ودليل التليفونات دول أنت محتفظ بيهم بقالهم معاك 30 يوم، عايزك بقى على الورقتين اللي قدامك دول أول ورقة ترسم لي فيها رسم كروكي لأي موقع تفتكره من داخل الخريطة، أما الورقة التانية فعايزك تكتب لي فيها كل أرقام التليفونات اللي تفتكرها من داخل الدليل. جودة سمع الكلمتين أو الطلبين من هنا وتمسمر في مكانه من هنا، لا عارف يرسم حاجة ولا عارف يكتب حاجة. الضابط الإسرائيلي في وقتها قال له وهو ده أول درس هتتعلمه، وهو إنك إزاي تتعلم تحفظ أي حاجة أو ترسم أي حاجة سواء يدويا او ذهنيا. وبعد ما انهى كل التدريبات بتاعته طلب منه ضابط الموساد انه اول ما هيرجع على لبنان هيكون مسؤول عن جمع المعلومات في اربع مناطق، منطقة شكة والميناء والبترون والمدفون. وكانت التعليمات ان اي معلومة هيقدر يتحصل عليها او يجمعها يفضل بقى محتفظ بالمعلومات دي معاه لحد ما تتم المقابلة التانية ما بينهم بعد 3 شهور في تركيا. وبالفعل ومع منتصف سنة 2001 وبعد ما جمع كل المعلومات اللي قدر عليها أخذ بعضه وسافر على اسطنبول، وهناك نزل في الفندق المتفق عليه لحد ما يتم الاتصال بيه وياخد التعليمات. وفي اليوم الثالث من وصوله اتصل عليه ضابط الموساد عن طريق الفندق وطلب منه انه يغادر الفندق فورا ويروح لفندق تاني، واكد عليه انه ما يتحركش من الفندق التاني الا بعد ما يجيله اتصال منهم مهما طالت المدة. ونفذ جودة الكلام زي ما اتقاله بالحرف الواحد، اتنقل من فندق للتاني للتالت، وكل فندق من دول بياخد تعليمات مختلفة. المهم انه في النهاية بعد الدوخة والمرمطة اللي حصلت دي كلها قابل روبرت اللي هو ضابط المخابرات الاسرائيلية وراح جاي مسلمه كل المعلومات اللي قدر يتحصل عليها. وخلال نفس المقابلة تفاجأ جودة ان ضابط الموساد بيطلب منه يجهز نفسه عشان هيسافر على بانكوك في تايلاند خلال ساعات. حاول جودة وقتها انه يفهم سبب السفر او طبيعة المهمة اللي هتطلب منه هناك، ولكن كان الرد واضح، ما تسألش عن اي حاجة الا لما توصلك التعليمات. وفعلا خلال ساعات كان مجهز نفسه للسفر واخد بعضه وسافر من اسطنبول على بانكوك، وهناك استقبلوه في واحد من المنازل الآمنة الخاصة بيهم. تفاجأ بأن المجموعة اللي موجودين في المنزل الآمن ده مختلفين تماما عن أي حد شافه قبل كده، وكانت المجموعة دي هم المسؤولين عن تدريبه. وكان أول تدريب ليه هو أنه يتدرب على جهاز الإرسال والاستقبال. وأول ما بدأ تدريب تفاجأ أن واحد فيهم جايب ترابيزة صغيرة أو طاولة صغيرة، وقام جاي مادد إيده فاتح درج سري دقيق جدا جدا وطلع منه جهاز إرسال واستقبال صغير ودقيق جدا جدا، وعرف منهم وقتها أن الجهاز ده واحد من ضمن أحدث الأجهزة المتطورة على مستوى العالم. وبدأوا بعدها مباشرة أنهم يدربوه على الجهاز ويتعلم إزاي يرسل معلومة أو إزاي يستقبل، وإزاي كمان أنه يقوم بإخفائه وقت اللزوم. وبعد ما تم تدريبه على الجهاز راحوا جايين مسلمينه خريطة جوية لطرابلس وخريطة تانية لميناء طرابلس، وسلموه في ايديه مبلغ 7000 دولار، وطلبوا منه انه يركز كل جهوده الفترة اللي جاية على اي حاجة بتحصل داخل ميناء طرابلس. وبالفعل رجع جودة مرة تانية على لبنان، ومن وقتها بدأت الخيانة، وبقى من وقت للتاني وحسب تعليماتهم يسافر لهم على الدولة اللي يطلبوه فيها. ومشيت الايام على كده لحد سنة 2004، لحد ما في يوم من الايام جات له رسالة منهم طلبوا منه انه يسافر فورا على بروكسل، وقالوا له في الرسالة اعمل حسابك ان السفر ومدة الاقامة هتطول شوية. وفعلا وفي الميعاد المحدد سنة 2004 سافر جودة خير الله على بروكسل، وهناك اول ما وصل قابله ضابط الموساد الاولاني خالص اللي كان سبق وجنده، وكان روبرت المرادي جاي ومعاه 3 ضباط فنيين اسرائيليين. بدأوا انهم يدربوا جودة على جهاز اسمه الجي بي اس، وعلموه وقتها ازاي يقوم باستخدام جهاز الكمبيوتر وازاي يستخدم الخرائط الجوية، وتعلم كمان ازاي يحدد نقاط الاكس والواي اللي بتبقى موجودة على الخرائط، وعلموه بعدها ازاي يقوم بتخزين وحفظ البيانات دي على الفلاش ميموري السرية اللي موجودة معاه، وعرفوه ان كل الاجهزة اللي هتبقى موجودة معاه موجود عليها برنامج اسمه برنامج التدمير الذاتي، بحيث ان اي حد تاني غيره هيحاول انه يخترق الجهاز فيبدأ البرنامج يشتغل ويدمر نفسه ذاتيا. وبلغوه انه اول ما هيرجع على لبنان
هيكون في انتظاره سيارة BMW 520 سوداء اللون، وعلموه ازاي يزرع جهاز الجي بي اس وازاي انه يتم توصيله بالكمبيوتر وبعد كده يتم توصيله بالقمر الصناعي. وعن طريق جهاز الجي بي اس وجهاز الكمبيوتر دول هيقدر انه يقوم وينفذ اخطر العمليات اللي ممكن تتخيلها. وركز معايا الدقايق اللي جاية دي عشان حضرتك تعرف الاجهزة دي كانت بتشتغل على ايه وازاي. اولا بياخد جهاز الجي بي اس ده ويروح جاي زرعه في السيارة اللي تم تسليمها ليه في المكان اللي تم تدريبه عليه، وبعد ما بيركب جهاز الجي بي اس بيقوم بربطه على الكمبيوتر اللي موجود معاه واللي سبق برضه واتدرب عليه. بمجرد ما ده بيحصل اوتوماتيك وبشكل مباشر جهاز الكمبيوتر اللي معاه بيتصل مباشرة بالأقمار الصناعية. بعدها على طول بيبدأ جهاز الكمبيوتر يلتقط أي إشارات بتجيله من جهاز الجي بي اس. الإشارات بقى اللي بتجيله من جهاز الجي بي اس على طول يروح جاي مترجمها لبيانات وإحداثيات ومباشرة يبعتها على القمر الصناعي. في نفس الوقت اللي بتوصل فيه للقمر الصناعي هو نفسه اللي بتبقى مترجمة عندهم هناك على أجهزتهم مكان ما هم موجودين. الكارثة الحقيقية وأخطر وأسوأ ما في الأمر إن الأجهزة دي عندها القدرة على إنها تعمل مسح كامل وشامل لأي شيء بيتحرك حواليها سواء كان إنسان أو حيوان أو سيارات. المشكلة بقى الأكبر والأخطر إن الجهاز ده عنده الاستطاعة إنه يعمل التقاط ورصد وتسجيل لكل المكالمات الهاتفية الموجودة في محيط السيارة اللي مركونة فيها. أما بالنسبة لمحيط الجهاز فممكن يصل من كيلو لحد 3 كيلومتر. فتخيل بقى حضرتك ان في جهاز مزروع في مكان والجهاز ده عنده القدرة على رصد اي حركة او اي مكالمة او اي صوت في محيط يصل ل 3 كيلومتر من كل الاتجاهات. وحسب التحقيقات ذكر ان بسبب استخدامه للجهاز ده كان له اليد والصلة التنفيذية في عملية اغتيال القياد المعروف غالب عوالي، ودي العملية اللي تمت في الضاحية الجنوبية سنة 2004. وقيل أيضا حسب التحقيقات أنه كان له صلة تنفيذية بعملية الاغتيال الموجهة ضد الأخوين المكذوب نضال المكذوب ومحمود المكذوب، ودي العملية اللي تمت في صيدا سنة 2006 واستمر في نجاحاته معاهم، أو بمعنى أصح استمر في خيانته المسمومة والمطعومة بالدم لحد سنة 2008. وده الوقت اللي وصلته فيه رسالة من ضابط الموساد الإسرائيلي بيطلب منه السفر بشكل عاجل على بانكوك في تايلاند. وطبعا زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان كل السفريات دي كانت طبيعية ومبررة لكل اللي حواليه، لانه طبعا المفترض انه قدام الناس دي كلها تاجر قطع غيار، والطبيعي انه بيسافر لكل الدول دي عشان يستورد الشغل بتاعه. المهم ان جودة تنفذ التعليمات وخد بعضه وسافر على بانكوك في تايلاند. اول ما وصل هناك قابله ضابط الموساد وتفاجئ بيه بيسلمه تذكرة سفر وطلب منه يسافر فورا على هونج كونج. وخلال ساعات سافر جودة خير الله على هونج كونج، وهناك تم استقباله في واحد من المنازل الامنة الخاصة بيهم. هناك ضابط الموساد قال له شوف بقى كل العمليات اللي انت نفذتها قبل كده كوم، والعملية اللي هتطلب منك المرة دي كوم تاني. قال له شوف بقى يا سيدي، اول حاجة هتعملها انك هتأسس 3 مكاتب لثلاث شركات باسماء ونشاطات واماكن مختلفة، والثلاث شركات دول واحدة منهم مقرها في تايلاند والتانية في قبرص والتالتة في هونج كونج. المكتب الاول ومقره قبرص هيكون خاص بتجارة وتوزيع الادوية، المكتب التاني ومقره هونج كونج هيكون خاص بتوزيع الاجهزة الالكترونية الحديثة، اما المكتب التالت فهيكون موجود في تايلاند، وده بقى هيكون متخصص في اي حاجة ليها علاقة بالسجاير والادخنة. بالنسبة للمكتب الاول والتاني فانت هتجهزهم لكن احنا اللي هنشغلهم بطريقتنا، اما المكتب التالت فانت اللي هتجهزه وانت اللي هتشغله بنفسك. وبعد ما تجهز اللي طلب منك هتبدأ تعمل اعلان وتستهدف فيه كل تجار الادخنة الموجودين في سوريا ومصر ولبنان والاردن، وهتقول في الاعلان انك عايز وكلاء ليك جوه الدول دي، وانك هتبدأ تورد لهم ادخنة ومعسلات باسعار منافسة مش موجودة في اي سوق محلي عندهم، وطلب منه ان اي حد من اي دولة يتواصل معاه او يبعت له بياناته بخصوص الاعلان ده مباشرة يروح جاي بعت له البيانات عليه هناك. وفعلا جهز المكاتب التلاتة في التلات دول زي ما طلب منه. بعدها نزل الاعلان وبدأ انه يستقبل في طلبات التجار اللي طالبين انهم يبقوا وكلاء ليه في المنتج بتاعه. واتضح فيما بعد ان السجائر اللي قرروا انهم يعملوا اغراق للسوق المصري واللبناني والسوري والاردني بيها ما هي الا تقليد للماركات المشهورة اللي موجودة داخل الدول فعليا. على سبيل المثال كان انتشر في سوريا في التوقيت ده ماركة سجائر اتعرفت باسم الحمراء الطويلة،
يعني ده الاسم اللي كان دارج على ألسنة الإخوة السوريين، كانوا هناك يقولوا عليها الحمراء الطويلة. نوعية السجائر دي هي نفسها نوعية السجائر اللي تم ضبطها داخل سوريا بالمواصفات اللي هقول لحضرتك عليها كمان ثواني. الماركة التانية كانت لنوعية سجائر موجودة هنا في مصر، كان بيطلق عليها اسم سجائر توشكا. ولو حضرتك ترجع بالذاكرة كده العشرة 15 سنة لورا هتفتكر ان فعلا الماركة دي كانت موجودة. هي دي بقى النوعية اللي كانوا اسرائيل برضو مستهدفين بها مصر، وبرضو اللي هعرفك مواصفاتها كمان ثواني. اما الماركة التالتة واللي نجحوا فعلا انهم يستهدفوها موجودة داخل دولة الأردن اسمها مانشستر. الكارثة والمصيبة الحقيقية اللي كانوا عايزين يستهدفوا بيها شعوب أو شباب أربع دول كاملين هي أن السجائر دي لما تم ضبطها وبعد كده تم تحليلها في المعامل اكتشفوا أن بداخلها مادة الرصاص والزئبق والزرنيخ والكاديميوم. طيب اللي بيتناول أو اللي بيتعاطى السجائر دي بقى بيحصل له إيه؟ أولاً ثبت مخبرياً أو معملياً من خلال طبعاً الاختبارات اللي عملوها إن السجائر دي بتحتوي على مادة تصيب عصب العين وحتما تؤدي لإتلاف العصب البصري. رقم 2 الإدمان. رقم 3 على المدى الطويل بالسرطان وعقم الرجال. طيب هل الشحنات دي نجحوا فعليا إنهم يدخلوها للأربع دول؟ اللي حصل إن في دولتين فعلا نجحوا في إدخال الشحنات ليهم، نجحوا في إدخالها للأردن ولسوريا، ولكن بفضل رب العالمين انه تم القبض عليه قبل ما يتم ادخال الشحنات للبنان والمصر. المهم ان جودة خير الله بمجرد ما وصلت معلومة عنه لجهاز المخابرات اللبناني عن طريق العسكري اللبناني اللي سبق وحكيت لك قصته في البداية، بعد ما تم تتبعه ورصده تم القاء القبض عليه سنة 2010. لما تم القبض عليه ضبط معاه الاتي: رقم 1 عدد 2 كمبيوتر محمول مسلمين اليه من الموساد الاسرائيلي، رقم 2 عدد 6 فلاش ميموري مسلمين ليه برضو من الموساد الاسرائيلي، رقم 3 السيارة البي ام السودة 520، رقم 4 جهاز الارسال والاستقبال، رقم 5 عدد 2 جهاز محمول من احدث طراز في الوقت ده. واعترف انه تواصل وتعاون مع الموساد الاسرائيلي وانه قبض تمن تعاونه مبلغ يصل ل 100,000 دولار. المهم انه بعد ما تم القبض عليه وتم التحقيق معاه واعترافه اعترافات تفصيلية، تم احالته للمحاكمة الجنائية وعرض على القاضي العسكري صقر والقاضي العسكري السيد رياض ابو غيدة، واللي اصدروا ضده مذكرة اتهام كاملة بالاعدام. في النهاية عايز اقول لحضرتك ان كل الكلام اللي حكيته لك في حلقة النهاردة بداية من حلقة الصراع اللي دار ما بين الإخوة اللبنانيين مع السوريين والفلسطينيين على أرض لبنان. كل ده حصل فعليا وعلى أرض الواقع، وتقدر حضرتك في أي وقت إنك تتابع الصور والمشاهد للمجازر الدموية اللي حصلت هناك. لكن السؤال الأهم هنا مكون من كلمة واحدة: ليه؟ كل اللي حصل على أرض لبنان ده ليه والمصلحة مين؟ والسؤال بقى الأهم من كل اللي قلناه دلوقتي: ازاي اصلا قدر ينجح في انه يزرع الفتنة ويقحم الدول الثلاثة ويخليهم هم الثلاثة يبقوا ضد بعض في معركة واحدة على ارض واحدة؟ وعشان نتكلم مع بعض بمنتهى الامانة، بص حضرتك كده بعينك على الخريطة وشوف دول الجيران حواليهم دلوقتي اوضحهم عاملة ازاي. شوف وضع سوريا وشوف وضع فلسطين وشوف وضع لبنان عاملين ازاي. بص حضرتك حتى على حدودنا احنا كمصر هتلاقي ان حدودنا كلها حدود مشتعلة. كل اللي بيحصل ده لما تيجي حضرتك بقى كده تستنتجه واحدة واحدة هتعرف انه عاوز يخليك بالظبط زي الرادار 24 ساعة بتلف حوالين نفسك، اهم حاجة تركز مع الدنيا كلها الا هو. ولو حضرتك جيت للحق هتلاقيهم هم فعلا شغالين صح، هم فعلا نجحوا في انهم يعملوا كده. طيب وتعالى انا وانت كده نتخيل الوضع لمدة ثانية واحدة، وهي ثانية واحدة ما تسرحش، ما تتخيلش اكتر من كده. لو كل جيرانهم او كل اللي حوالينا دول مشاكلهم خلصت وبدأنا كلنا نركز معاهم، ساعتها الموقف ممكن يكون شكله ايه؟ وعايز الحق، هي المشكلة ما بقتش فيهم هم لوحدهم دلوقتي، لان المشكلة بقت فينا احنا كمان. لاننا دلوقتي لو مفيش حد يعمل لنا مشاكل فاحنا اللي بنعمل المشاكل لبعض. والسؤال بقى الاهم وده لكل اللي يسمعني: يا ترى هنفوق امتى؟ وفي النهاية ربنا يحفظ شعوبنا وبلادنا واوطاننا العربية. عاشت الامة العربية وعاش الشعب المصري والشعب السوري واللبناني والأردن العظيم. عاشت الأمة وتحيا مصر. واللقاء. سلام عليكم. في الدنيا أغلى من وطن ده الكل عندي، أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحب أنا في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا
الوطن ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر أنا في نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحب أنا في الكل.